بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية ومع فرع من فروع اللغة العربية، فرع التذوق والجمال، ألا وهو فرع النصوص. وحديثنا اليوم عن نص مهم جدا لشاعر عظيم، هو نص كن جميلا للشاعر إيليا أبو ماضي. طبعا في نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ أو الطالب قادرا على أن يدرك أهمية التفاؤل والاستمتاع بالحياة، فالتفاؤل شيء مهم جدا في حياتنا، لذلك يجب على كل إنسان أن يكون متفائلا ويستمتع بالحياة. كذلك عليه أيضا أن يتعرف عاقبة التشاؤم في حياة الإنسان حتى لا يقع في هذا المحظور. أيضا عليه أن يدرك عاقبة الشكوى بدون داعي. الآن نتحدث عن الشاعر ونعرف بالشاعر. هو الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني هاجر إلى أمريكا وعاش بها بقية حياته، وله 5 دواوين شعرية. هذه الدواوين هي الجداول والخمائل وتبر وتراب وتذكار الماضي. هذا النص الذي بين أيدينا هو نص من ديوان تبر وتراب. ما معنى تبر؟ التبر يا أبنائي هو الذهب. التبر هو الذهب، فذهب وتراب، هذا هو العنوان لهذا الديوان الذي منه نصنا نص كن جميلا. قبل أن نتحدث عن النص ونأتي إلى الأبيات، علينا أن نعرف الفكرة العامة للنص. فالشاعر هنا في هذه الأبيات 6 يدعو الناس إلى أن يستمتعوا بجمال الطبيعة، ولن يستطيع أن يدرك هذا الجمال إلا من كانت نفسه جميلة تتذوق الجمال وتستشعره. لكن بعض الناس يرون الحياة من خلال منظار أسود وينظرون إلى النصف الفارغ من الكوب، هم يشكون دائما. والشاعر هنا يدعوهم لنبذ هذا التشاؤم ليتمتعوا بمظاهر الجمال التي خلقها الله لهم في هذه الحياة. كن جميلا. الشاعر يقول: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة. النص الذي بين أيدينا هو للشاعر إيليا أبو ماضي، وهو شاعر كما قلنا من شعراء المهجر، وشعراء المهجر هم الذين هاجروا من الدول العربية ومن لبنان خاصة ومن بلاد الشام إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. إذن البيت الأول يقول الشاعر: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت علي. أي هذا الشاكي يعني يا أيها الإنسان الذي يشكو، يا أيها الإنسان الذي يشكو، إذن فهو نداء للشاكي. وما بك داء، الداء المرض وجمعها أدواء، داء جمعها أدواء. الشاكي هو الذي يخبر بسوء أصابه، تحدث عما أصابه وما لحق به من ضرر. تغدو، كيف تغدو،
أي كيف تصبح إذا غدوت إذا أصبحت وعليلا أي مريضة. فالشاعر هنا يتعجب من الإنسان الذي يشتكي من الحياة وهو يشتكي ولم يصب بمرض قط، ويتوجه إليه بنظرة تأملية ويقول له كيف تفعل ذلك. هذا البيت الأول، ينادي الشاعر على الإنسان المتشائم الذي يخبر بسوء أصابه ويقول له يا أيها الإنسان الذي يشكو وهو سليم، الذي يشكو وهو صحيح، كيف تخبرني وكيف سيكون حالك إذا أصبحت مريضا عليلا؟ أنت في حال المرض والعلة يحق لك بعض الشيء أن تشكو، لكنك الآن صحيح ومعافى، فلماذا إذن تتشائم وتشكو؟ هذا هو البيت الأول، أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا كيف تغدو إذا غدوت عليلا. البيت الثاني، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. معنى تتوقى تخاف وتخشى، وشر الناس وشر الجنات أي أسوأهم، شر الجنات أي أسوأ الجناه، والجناه جمع جاني، والجاني هو المذنب المقترف لذنب وجريمة. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى تخشى وتخاف قبل الرحيل الرحيلة، أي تخشى الموت والمغادرة قبل أن يأتيها الموت. إذن فشر المذنبين في الأرض هو من يحذر الموت ويخافه ويظل حبيسا لهذه الفكرة قبل أن يحين موعدها، قبل أن يحين موعدها بزمان طويل. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. تعمى أي تصاب بالعمى، تعمى تصاب بالعمى، والعمى هو عدم الرؤية، عدم رؤية الأشياء. الإكليل هو التاج والجمع أكاليل، وكلمة الندى هي قطرات الماء المتكاثفة في أوائل الصباح على النبات. يقول الشاعر أيها الإنسان المتشائم لا تظلم نفسك وتنظر بتشاؤم للحياة، ولا تكن كالإنسان الأعمى لا يرى في الدنيا إلا الشوك، ولا يرى جمال الأزهار التي يتوجها الندى ويكون فوق رأسها في الصباح المشرق، وكأنها ملكة تضع إكليلا فوق رأسها. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هذه هي الأبيات الثلاثة الأولى. يواصل الشاعر الحديث عن الإنسان المتشائم ويصفه بالعبء، فيقول هو عبء على الحياة ثقيل. من يظن الحياة عبئا ثقيلا؟ أنت أيها الإنسان المتشائم الذي تظن الحياة عبئا ثقيلا، أقسم لك إنك أنت العبء على الحياة، وعبء ثقيل أيضا. هو عبء، عبء حمل وجمعه أعباء، هو عبء على الحياة، الحياة ضد الموت وجمعها حيوات، هو عبء وثقيل. الإنسان الذي يظن يعتقد أن الحياة هي العبء الثقيل. يقول عليك أن لا تكون عبئا ثقيلا على الحياة، لأنك تظن أن الحياة عبئا ثقيلا، وهذا ظن خطأ، ولكن الصواب أنك أنت العبء على الحياة. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. نقول دائما فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت إنسانا جزوعا لا أصبر، فكيف أنصح غيري بالصبر؟ إذا كنت إنسانا جاهلا فكيف أحث غيري على طلب العلم؟ إذا كنت
بغير جمال، لا أرى في الحياة أي شيء جميل، كيف أرى الجمال في الحياة؟ الذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. يجب عليك أيها الإنسان أن تشعر بالجمال والخير، فمن لا يحس بالجمال في نفسه لا يمكن أبدا أن يرى أي شيء جميل في هذه الحياة على الإطلاق. بعد أن انتهى الشاعر من كل هذه النصائح وهذه الأبيات، يوجه للإنسان المتشائم نصيحة لعل هذه النصيحة تنفعه. يقول له: فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. أيها الإنسان المتشائم، عليك أن تتمتع بالصبح. إذن فالصبح هنا ليس طلوع النهار يعني، لا، المقصود بالصبح هنا هو التمتع بمظاهر الجمال. إذن أنا أقول أن إن كلمة الصبح معناها طلوع النهار، لكن كل كلمة لها معنى ولها مقصود ودلالة. فمعنى كلمة الصبح طلوع النهار، أما مقصودها ودلالتها هنا تمتع بالصبح، أي استمتع بمظاهر الجمال التي تعيش فيها، مظاهر الجمال الراهنة التي بين يديك الآن. فتمتع بالصبح طالما أنت فيه، ما دمت فيه لا تخف أن يزول هذا الصبح، أي هذا الجمال، إلا إذا زال بالفعل. يقول: تمتع بالدنيا وشروق شمسها ومظاهر جمالها ونعيمها، ولا تخشى زواله في المساء وتحزن عليه قبل أن يزول. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة. يتلطف الشاعر بهذا الإنسان المتشائم ويحن لحاله ويرثي لحاله، ويوجه له هذه النصيحة ويقول له: يا أيها الإنسان المتشائم الشاكي، ولست عليلا وليس بك داء، أنصحك أن تكون جميلا حتى ترى الوجود جميلا. يوجه نصيحة الذي يشكو كثيرا ويقول له: لا تكثر الشكوى بلا سبب، لا تكثر الشكوى بلا سبب، وابحث عن الجمال في نفسك واشعر به، ستجد كل شيء في الدنيا جميلا وسعيدا. وهذه نصيحتي لك أيها الإنسان المتشائم. أبناءنا الطلاب، عليكم أن تقرأوا الأبيات قراءة صامتة حتى ننظر إلى مظاهر الجمال، لنرى ماذا يقول الشاعر وما التعبيرات الجميلة التي من الممكن أن تقابلنا في هذا النص. وطبعا كما تعودنا وكما عودناكم قبل ذلك في العام الماضي والعام قبل الماضي، لا نحفظ مظاهر الجمال، لا نحفظ مظاهر الجمال، وإنما علينا أن نتذوقها ونستخرجها نحن من أذهاننا. البيت الأول يقول: أي هذا الشاكي. نعم، أسمع بعض أبنائي الطلاب المتميزين يقولون: هذا أسلوب نداء، وقد تحدثنا عنه قبل ذلك في فرع النحو المنادى. أي هذا الشاكي هو أسلوب نداء، غرضه التنبيه والإشفاق. فالشاعر يشفق على هذا الإنسان المتشائم ويرثي لحاله ويشفق عليه وينبهه إلى ما يجب أن يفعل ليظل صحيحا سليما معافى. أي هذا الشاكي، أسلوب نداء، غرضه التنبيه والإشفاق. وما بك داء، هذا تعبير يبين حال الشاكي وأنه لا داعي للشكوى. كيف تغدو؟ نعم، أسمعكم تقولون كيف، أسلوب استفهام، لكنه خرج عن حقيقته، أسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار. إن شر الجنات في الأرض نفس. نعم، إن، أسمعكم تقولون إن، أسلوب مؤكد بإن. نعم، بالفعل، إن شر الجنات في الأرض نفس، وهذا تعبير يدل على التأثير السيء للتشاؤم على النفس. فالشاعر يراه أنه مثل الذنب والخطيئة، هي نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة. تعبير يدل على التشاؤم والقلق والحيرة، تشاؤم والقلق والحيرة. نفس نكرة، لكن هذه النكرة هل نعدها نكرة للتعظيم؟ لا، الشاعر
لا يعظم هذا الإنسان المتشائم، وإنما هو يحقره. فكلمة نفس حقيرة، لأنها لم ترى الجمال، ولم تنظر إلى الدنيا، ولم تنظر إلى النصف المملوء من الكوب، فهو نكرة للتحقير والعموم والشموم. أما البيت الثاني فهو حكمة، البيت الثاني الذي يقول: إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. هذا البيت يعتبر حكمة جميلة تفيد بأن المتشائم يجني على نفسه بالخوف والقلق والحزن بدون أي سبب وبدون أي ذنب. إذن فهي حكمة. ترى الشوك في الورود، ترى الشوك في الورود، تعبير يدل على شدة تشاؤم الإنسان الذي لا يرى إلا القبيح، الإنسان الذي لا ينظر إلا إلى الجانب المظلم، الإنسان الذي لا ينظر إلا إلى النصف الفارغ من الكوب. وترى الشوك في الورود، الشوك والورود كلمتان بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي الفكرة. تعمى أن ترى فوقها الندى، إكليلة صور النفس، نفس الإنسان المتشائم بعين عمياء لا ترى الجمال. ترى الندى إكليلة، تشبيه جميل، شبه الندى بتاج على رؤوس الأزهار. أما البيت الرابع وهو: عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. هذا تشبيه جميل للمتشائم أو للتشاؤم بالشيء الثقيل الذي لا يستطيع الإنسان حمله. كلمة عبء، عبء حمل، ثقيل، إذن فهو تشبيه للتشاؤم بالشيء الثقيل الذي لا يستطيع الإنسان حمله. لاحظ معي ابني كلمة يظن، كلمة يظن توحي بخطأ النظرة للحياة، وكيف لا وقد أخطأ هذا الإنسان بنظرته تلك عن الحياة. تعبير يوحي بخطأ النظرة للحياة وسوء فهم الإنسان المتشائم لطبيعة الحياة. الحياة عبء ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، صور الحياة بأنها شيء ثقيل على الإنسان المتشائم. أما عن تمتع بالصبح، نعم تمتع هو أسلوب أمر، الغرض منه النصح والإرشاد، تمتع أسلوب أمر. لاحظ أن تمتع فعل أمر مبني على السكون، فتمتع بالصبح أمر غرضه النصح والإرشاد، لأن الشاعر ينصحه بما فيه سلامته وأمنه وهدوءه واستقراره. تمتع بالصبح ما دمت فيه، تعبير جميل يوحي بالاستمرار، استمرار الجمال واستمرار الصحة واستمرار مظاهر الجمال التي يعيشها الإنسان. لا تخف، نعم هو أسلوب نهي، لا تخف أن يزول، أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد. ولعلك تلاحظ أن الفعلين دمت ويزول كلمتان بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي ويؤكد الفكرة. بعد أن انتهينا من النص شرحا وتوضيحا لمظاهر الجمال، بعض الخواطر التي أريد أن أوضحها لأبنائي قبل أن نخوض في التدريب. ماذا ينكر الشاعر على الجنات في هذا البيت؟ ينكر في البيت الثاني، ينكر على المتشائم على الجنات، ينكر عليهم أن يكونوا بهذا الخوف الذي يسيطر عليهم، وينكر عليهم أن يعموا عن رؤية الحقيقة والجمال والصحة بينما يعيشون في أوهام باطلة. يا من تشكو وأنت صحيح، كيف سيكون حالك إذا صرت مريضا؟ أسوأ المذنبين على هذه الحياة وفي هذه الأرض هو الإنسان الذي يخشى الشيء قبل حدوثه. هذا التشاؤم أيها الإنسان يجعلك ترى الجمال قبحا، ولا ترى من الورد إلا الشوك، وتعمى عن كل شيء جميل. أيها الإنسان المتشائم، يا من تعتقد أن الحياة عبء ثقيل، إنك أنت
وحدك العبء الثقيل، إنك أنت العبء الثقيل على هذه الحياة. والإنسان الذي تخلو نفسه من الجمال لن يرى شيئا جميلا حوله، لأننا كما قلنا فاقد الشيء لا يعطيه. فاستمتع بكل ما هو جميل في حياتك أيها الإنسان، ولا تخف أن يزول هذا الشيء منك قبل زواله. يا من تشكو بلا سبب، تفاءل تفاءل وأحبب، تبصر الكون كله حولك شيئا جميلا. لو قلت لك أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ تمتع بالصبح أو تمتع بالحياة؟ أي التعبيرين أجمل؟ هل تمتع بالصبح أم تمتع بالحياة؟ نقول تمتع بالصبح. لماذا؟ لماذا أقول تمتع بالصبح؟ أقول تمتع بالصبح أفضل لأن فيه تصوير جميل لجمال الحياة بالصبح، وهو الأمر الذي يوحي بالتفاؤل والأمل، وهو الأمر الذي يوحي بالتفاؤل والأمل. نعم، هي أبيات رائعة فعلا، وهو شاعر عظيم، الشاعر إيليا أبو ماضي. لو قلت لك ما الفكرة الرئيسة في هذا النص، ما الفكرة الرئيسة التي تتحدث عنها هذا النص؟ هي الدعوة إلى التفاؤل وعدم التشاؤم. لو قلت لك ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه الأبيات، لقلنا إنها عاطفة التفاؤل والدعوة إلى نبذ التشاؤم. الدعوة إلى التفاؤل وعدم التشاؤم. ما عاطفة الشاعر؟ عاطفته هي التفاؤل والأمل والضيق من اليأس والتشاؤم. هذه العاطفة أو هاتان العاطفتان لابد أن تقويهما بما يدل عليهما. عاطفة التفاؤل والأمل لها كلمات، وعاطفة الضيق واليأس والتشاؤم لها كلمات. مثال لما أقول، كلمة طبعا عاطفة الضيق والتشاؤم مثل كلمات عليل وشاكي وجناه وتعمى والرحيل وتتوقع. أما العاطفة الأخرى وهي عاطفة التفاؤل والأمل، فتظهر من خلال الكلمات الورد أو الورود، الندى، الإكليل، الصبح. كل هذه كلمات تدل على عاطفة التفاؤل. إذن عندما يأتي السؤال ويقول ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات، هناك عاطفتان أستطيع الحديث عنهما. العاطفة الأولى عاطفة اليأس والضيق والملل والسأم من هذا الإنسان المتشائم، والعاطفة الثانية هي عاطفة التفاؤل. نعم، أرى أبنائي الطلاب يجيبون بكل أريحية عن هذا النص لأنه نص جميل. فتوماس يقول أسلوب مؤكد بأن، وصور المتشائم بالجنات المجرمين، وكذلك في تمتع بالصبح، تمتع بالصبح لأنه شبه الحياة وكل شيء جميل بالصبح، وهذا يدل على الإشراق والبهجة. أشكرك يا توماس وأيضا أحمد أسامة. ننتقل أبنائي الطلاب إلى السؤال بعد ذلك، تدريب عن النص، تدريب سريع. التدريب الأول يقول أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليل؟ أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليل؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها الندى إكليلة. عليكم الإجابة على هذه الأسئلة. طبعا أنتم قلتم مرادف داء قبل ذلك مرض، وجمع الندى أجبتم عنها وقلتم إنها الأندية والأنداء، أريدها في جملتين تامتين، ولا تنسوا هذا الشق من السؤال. عندما يسأل عن معنى كلمة وجمعها فإنه يقول ويطلب أن نضعها في جملة تامة. أي جملة طالما أنها تعطي معنى صحيح؟ السؤال الثاني، مما يتعجب الشاعر ولماذا؟ وما الجمال في قوله إن شر الجنات في الأرض نفس؟ هذه الأسئلة الثلاثة أريد من أبنائي الطلاب المتميزين أن يجيبوا على هذه الأسئلة.
أحسنت يا منة. منة حمدي تقول أسلوب مؤكد أداته إن. يا منة: يا من يشكو بلا سبب، كن جميلا في نفسك ترى ما حولك جميلا. أحمد أسامة: أحسنت يا أحمد. مما يتعجب الشاعر؟ يتعجب الشاعر من الشكوى بلا سبب. أسوأ مرض هو الجهل. نعم، أسوأ مرض بالفعل هو الجهل. أحسنتم جميعا. أكملوا الأسئلة، انتظروا إجاباتكم على هذا السؤال. سؤال يقول: جمع ندى أجبتم عنها، ومعنى داء مرض، ومما يتعجب الشاعر أجبتم يتعجب من الشكوى بلا سبب، كذلك الجمال في قوله إن شر الجنات في الأرض نفس. منة حمدي تقول لأن الشاكي معافى سليم. تمام. إسراء تقول أسلوب مؤكد بإن. تمام، أحسنت يا إسراء، أحسنتم جميعا.